سأقول لك دعاء الآن لو كتبته لو تأملته، هذا لو قلته قبل شروق الشمس أو قلته بعد وقبل غروبها، وأنا والله لا أتركه ولله الحمد يوميا، وقد رأيت فيه ولله الحمد أثرا عظيما علي وعلى أهلي، وهذا تقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قل: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مثل هذا إن شاء الله يحفظك الله عز وجل به. كان كعب الأحبار ابن ماتع، كعب ابن ماتع الحميري يسمى كعب الأحبار لعلو علمه، كان يهوديا فأسلم، كان يقول، كان لا يترك هذا الدعاء، كان يقول: والله لولا هذا الدعاء لسحرتني يهود، لأنهم نقموا منه أنه أسلم ونفع الإسلام بعلمه، لكنه كان يحافظ عليه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أيا كان الوقت الذي يقوله، لكن الله قال: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد حمل هذا على الصلوات الخمس، لكن يحتمل كذلك الذكر، والعلم عند الله.